كان في فيلم اسمه ابو كرتونه لمحمود عبد العزيز. انا شفت بقى او في فيديو دلوقتي واحد ماشي في شوارع الغردقه نازل يجيب حاجه من متجر يعني، فقرر ان هو يحمي نفسه ومن الجو ده بقى عشان ما نتخانقش مع بعض، وبدل ما يلبس قمامه ويلاقي الجواكت دي اللي مش عارف عامله ازاي، لا خليك في المحلي كرتونه، لبس الكرتونه ونزل اهو. هو الحقيقه بس عشان تصليح، هو كان نازل لحظر تجوال، يعني هو عايز يعدي حظر تجوال زي ما كان الجنود يلبسوا الشجر زمان كده ويعدوا على قلاع الاعداء، فهو عشان يعدي الحظر. لكن انا بس معلش عايز الفيديو يعني. طب هو بذكائه كده، افرض ان الامن قفشك في مرحله في الطريق وتعامل معاك عنك، اهو اقف هنا علي لما يعدي الرصيف، لما يعدي بس اقف هنا، هيقف بقى هو لحد ما يقف، يعني كمل لحد ما يقف، اهو راح واقف فين؟ قعد. طب افرض دلوقتي عربيه الشرطه عدت وتعاملت معاك عنك كرتونه، يعني برضو دي مغامره الحقيقه، لكن بصراحه ياما ابن ادم هيعمل دي، واحده من ابداعات كورونا. نشوف اللي بعدها. كان زمان في نكتة كده يقول لك على واحد ما راح حج ورجع ما فيهاش أي لازمة حجتها بتاعته، يقول لك ده حج مش عارف في حتة في بلد مش عارف فين. ومناسبة موسم الحج اللي هو يعني إن شاء الله داخلين عليه ده، مواطنين في شرم الشيخ شبرا الخيمة قصدي، قرروا إن هم يعني يحيوا مراسم الحج. وأهم مراسم الحج إنك تقول لبيك اللهم لبيك، ففي الشارع كده نسمع لبيك اللهم لبيك. يعني مش اهل اسكندريه بس، ده كمان شبرا الخيمه اهو، الحس الديني عالي جدا. مش بعيد ان احنا لو قربنا شويه ممكن يتعمل نموذج للكعبه في اي حته ونختصر الطرق بقى.